ملحظ المواطنين عند شرائهم للعيش من المخابز انه في وجود تنبيه مدون اسفل بون الصرف بضروره تسجيل رقم التليفون او رقم بطاقه التموين على موقع دعم مصر. ويعني عايزين نعرف ايه البيان الجديد ده او التنبيه ده، هنعرف تفاصيله اكتر مع معانا عبر الهاتف استاذ هاني العراقي المنسق الاعلامي لوزاره التموين. صباح الخير يا استاذ هاني. صباح الخير يا فندم عليك وعلى كل مشاهدينك، وصباح جميل عليكم كلكم. صباح الفل على حضرتك. يعني انا عايزه او عايزين نفهم ايه هو التنبيه المدون باسفل بون الصرف، ايه هو؟ في الاول خليني اقول لحضرتك ان في يوم 1/2 في الشهر اللي احنا فيه ده ظهر في بنات التموين والخبز ارجو من التحديث لادخال رقم الموبايل على موقع دعم مصر. صحيح. دي خطوة لتحديث البيانات. التحديث ده لإضافة رقم الموبايل على كل بطاقة موجودة على قاعدة البيانات. عشان نكمل قاعدة البيانات وفي نفس الوقت يبقى في حد من التلاعب في البطاقات اللي احنا بنسمع عنها في كل فترة. يعني الهدف من الإجراء ده إن هي تحديث بيانات فقط؟ تحديث قاعدة البيانات، ويبقى كل بطاقة عندنا في قاعدة البيانات عليها في رقم تليفون، مش شرط الفتح بالبطاقة. ده بيبقى أي فرد من أفراد البطاقة ويكون مسجل باسم. طيب. عشان الناس دي كان في ناس كتير بتسأل. صحيح. طيب لازم يكون صاحب البطاقة؟ لا، لو أنا البطاقة عندي فيها أربع أفراد. صحيح. أي فرد من الأفراد اللي في البطاقة يحط رقم موبايله. عشان خاطر يبقى عندي تحديث وما يبقاش في تلاعب في البطاقات، يبقى كل واحد يبقى كل بطاقه عندي من رقم ليها موبايل. طيب الشخص اللي بيمتلكه البطاقه ما كملوش البيانات او ما كملوش او قاموا بهذه او هذا التنبيه، هل هيتم وقف البطاقه بتاعتهم؟ بص حضرتك، احنا ما قلناش حاجه زي كده، بس احنا دايما بنناشد المواطنين وبنقعد مثلا على مدار شهر في بون الصرف ان يظهر الرساله دي مع وسائل الاعلام ان احنا نبقى في تحديث لقاعده البيانات عن طريق ادخال رقم الموبايل او ادخال رقم القومي، لان احنا قمنا بخطوات قبل كده فيها تحديث البيانات والمواطنين استجابوا طبعا، وبشكر كل المواطنين اللي بيستجيبوا لتحديث البيانات. وده عشان يتخدم التلاعب في البطاقات التموينيه من خلال التحديث بتاعهم. طيب احنا ما قلناش حاجه زي كده، بس يعني الافضل ان احنا نعمل تحديث للبيانات عن طريق اضافه رقم الموبايل خلال الشهر ده. هل لازم المواطن يروح لمكان معين ولا ممكن عن طريق الجهاز كمبيوتر مثلا يقوم بيه في البيت؟ لا، من عن طريق الجهاز الكمبيوتر في البيت عادي جدا. تمام. وممكن كمان من الموبايل في نت. تمام. بيتعمل تحديث بيتخش على موقع. طب يعني الموضوع بسيط جدا يعني يا استاذ هاني، انه ممكن عن طريق الموبايل يقدر يحدث البيان، يدخل بس رقم البطاقه بتاعه، فالموضوع هيبقى سلس جدا. سلس جدا يعني. هو بيدخل على موقع www.tamuin.com.eg او موقع دعم مصر. تمام. بيدخل الخطوات بتاعتها، ان هو بيدخل الرقم الذكي اللي هو رقم البطاقه التموينيه، وبعدين بيدخل الرقم القومي اللي هو رقم البطاقه الشخصيه لصاحب البطاقه، ويختار المحافظة وبيضغط على خانة عرض. هيفتح البطاقة عنده، هيتم إدخال رقم الموبايل، وبعد كده يدوس على خانة حذف. بس هو ده التحديث اللي عنده، ونأسهل مما يكون أي حد ممكن يعمله. تمام، سهل جدا يعني، أكيد أي حد معاه تليفون عليه إنترنت فالموضوع بسيط جدا. طيب خلينا تاني، معلش اتفضل. في ناس لسه بتسألني او بتسال ازاي ادخل على الموقع واسجل رقم الموبايل. احنا بندخل على موقع دعم مصر او www.tamuin.com.eg، ندخل الرقم الذكي اللي هو رقم البطاقه التموينيه، وبعدين الرقم القومي، وبعدين نختار المحافظه وندوس على خانه عرض. هيتم فتح البطاقه. بعد كده ندخل رقم الموبايل، وبقول تاني مش لازم رقم موبايل صاحب البطاقه. اي رقم من افراد البطاقه يكون متسجل باسمه. تمام. بس وندوس على خانه حفظ رقم الموبايل، كده سيتم الحفظ والتحديث. يعني لو اتبع الخطوات على الموبايل هيلاقي الموضوع، هيلاقي نفسه وصل وقام بالنتيجه المهمه. هيدخل على الموبايل، هيدخل من اي جهاز على جهاز. صدقيني الموضوع بيبقى سهل جدا.
هو سهل بس احنا بنتاخد شويه من الحاجات الالكترونيك دي يا استاذ هاني. طيب بص انا اقول لك، خليني اقول لك ان في دلوقتي ان احنا بنشوف ناس بتساعد كتير جدا، او اي حد، خلينا لما نقول ان في افراد الاسره في 5 افراد اكيد فيهم فرد بيستعمل الموبايل او الكمبيوتر يعني. صحيح صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني ناس كتير بتسأل عن مواعيد التظلمات اللي تم إيقاف البطاقات بتاعتهم فيها، يعني هيتم إمتى التظلمات أو الإعلان عن التظلمات أو نتيجة التظلمات؟ خليني أقول لك إن احنا تم إغلاق أبواب التظلمات 15 ديسمبر اللي فات تمام الماضي، وقعدنا أكثر من 60 يوم فاتحين باب التظلمات عن طريق الإنترنت وعن طريق مكاتب التموين. من خلال 15 في خلال 15 ديسمبر قفلنا باب التظلمات عشان النتيجه بتظهر في يناير وفبراير. فكل الناس اللي قدمت تظلم صحيح بتظهر النتيجه في يناير وفبراير. تمام. طيب يعني كل واحد عنده جاله تظلم سواء استهلاك كهرباء بيجيب شهاده من الكهرباء، او استهلاك سيارة او عربية من الاغلبيه موديل بيجيب استهلاك بيجيب شهاده مرور من شهاده بيانات من المرور، والتليفون المحمول برضه بيجيب شهاده من المحمول. وهم اعتقد كل الناس قدمت التظلمات عن طريق الانترنت وعن طريق مكاتب التموين، وبيظهر في شهر يناير وفبراير. تمام. طب اخيرا يا استاذ هاني، لو حد حابب يضيف فرد جديد على البطاقه بتاعته، هل ليه مواعيد تقديم محدده؟ فرد جديد حسب الافراد اللي في البطاقه، يعني مش هينفع فرد جديد، لان لو يعني خلينا نتكلم على المواليد، ولا قصد حضرتك على فرد جديد من ناحيه يعني. انا عندي العمليات في التموين الفصل الاجتماعي شغال في اي وقت مفيش مواعيد، بدل فائد بدل تالف، كل ده عندي في المكتب مفيش اي ميعاد، وبيتم تسليم البطاقه من نفس المكتب اللي هو عامل البدل التالي او البدل الفائت. يعني ما فيش اي مكان او موعد محدد ان انا اروح اقدم لفرد جديد معين؟ لا يا فندم، هو دلوقتي احنا عندنا فصل اجتماعي بدل فائت بدل تالي. حلو جدا. قوة مكاتب التموين في المواعيد المحددة في اي وقت. طيب انا بشكر حضرتك جدا استاذ هاني العراقي المنسق الاعلامي لوزارة التموين، بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة.